النهاردة هنبدأ أول حصة مراجعة لمنهج الكيمياء تانية ثانوي، تمام؟ إحنا طبعا عارفين المنهج بتاعنا بيتكون من بابين، الباب الأول اللي هو بنية الذرة، الباب التاني اللي هو الجدول الدوري وتصنيف العناصر، تمام؟ نخش على الباب الأول. طبعا إحنا دلوقتي عارفين إن الذرة بتاعتنا بتتكون من نواة وإلكترونات ومدارات ومستويات طاقة وكل الكلام ده. هل الناس بتوع زمان اللي هو زمان قوي كان يعرفوا الكلام ده؟ طبعا الناس ما تعرفش الكلام ده، بتاع زمان محدش فيهم كان يعرف الذرة بتتكون من ايه؟ ان هو بتتكون من ايه؟ ان فيه الكترونات، ان فيه كل الكلام ده. فطبعا هنا في المنهج بتاعنا السنة دي هيدرسونا بنية الذرة اللي هي بتتكون من ايه؟ بس هيجيبوا لنا الموضوع من زمان قوي، ان هو من زمان قوي خالص، يعني ايام زمان كان الناس شايفه الذره ازاي. فاحنا دلوقتي هنركب آلة الزمن بتاعه سمير وشهير وبهير ونرجع زمان زمان خالص. هنقول الآلة ودينا لاول واحد اتكلم عن بنية الذره. الآلة ودتنا لواحد اسمه الفيلسوف. الفيلسوف مين؟ ديموقراطيس. فيلسوف ديموقراطي ديموقراطيس. طيب الفيلسوف ده كان اغريقي. كان ايه؟ كان اغريق. احنا سالناه: يا عم ديموقراطيس، انت ايه رايك عن بنيه الذره؟ او ايه رايك عن الماده؟ الماده بتتكون من ايه؟ فطبعا كان ماسك في ايده قلم، فقال لي: ده يا مستر. قلت له: قلم. قال لي: ممكن تكسره او تجزئه. قعدت اجزأ في القلم. قال لي: طيب. قلت له: ديموقراطيس، انا قطعته، انا جزأته. قال لي: جزأه كمان اكتر. جزأته كمان اكتر. فضلت اجزأ في القلم لعند ما وصلت لحته ما كنتش قادر ايه اجزأها. قال لي: بس هو ده يا مستر ايه اللي بتتكون منه الماده، اللي بتتكون منه الايه الماده. قلت له: طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ديمقراطيس؟ قال لي: انا هسميها بحاجه باسمها ايه؟ الاتوم. هسميها بالايه؟ بالاتوم. قلت له: اشمعنى اتوم يا مستر ديمقراطيس؟ قال لي: كلمه حرف ايه ده في اللغه الاغريقيه يعني لا، كلمه لا. طيب توم يعني تجزئه، بالتالي لو جينا نترجمها على حسب اللي هي اللغه الاغريقيه يبقى لا للتجزئه، ما عادش بتجزئ اكتر من كده. يبقى اول واحد اتكلم او فرض ان الماده تتكون من جزء صغير لا يتجزأ هو مين؟ هو العالم، هو الفيلسوف مين؟ ديموقراطيس. طيب عندك كلام تاني تقوله ديموقراطيس؟ في اي اضافات تانية هتضيفها؟ قال: لا، انا كلامي ايه؟ ان اي ماده تتكون من ماده صغيره جدا او جزء صغير جدا لا يمكن تجزئته يسمى بالاتوم. يسمى بالايه؟ بالاتوم. طيب سبت ديموقراطيس وطلعت العالم ارسطو او الفيلسوف ارسطو. رحت له: يا ارسطو صلى على النبي، انا دلوقتي جاي لك من عند ديموقراطيس. قال لي: تمام. وكان بيقول لي ان الماده بتتكون من جزيئات صغيره جدا، هو سماها بالنسبه له بالاتوم. قال لي: تمام. قلت له: بيقول ان الاتوم ده جزء صغير لا يمكن تجزئته. جزء صغير لا يمكن تجزئته. انت ايه رايك يا ارسطو في بنيه الماده؟ ان الماده بتتكون من ايه؟ قال لي: بص، انا مش مقتنع بكلام مين؟ ديموقراطيس. انا مقتنع ان الماده بتتكون من 4 حاجات. ان الماده بتتكون من كام حاجه؟ من 4 حاجات. قلت له: ايه هما يا عم ارسطو؟ قال لك: الماده تتكون من ماء، هواء، تراب، نار. يبقى اي ماده في الدنيا بتتكون من 4 حاجات، هم ماء، هواء، تراب، ونار، بس بنسب مختلفه. بمعنى لو انت مثلا جيت تتكلم عن الخشب، الخشب ده هيتكون مثلا بنسبه تراب 50%، بنسبه نار 20%، بنسبه هواء 10%، بنسبه ماء 20%، تمام؟ طيب العلماء صدقوا كلام ارسطو، وقالوا ارسطو بيتكلم صح، بالتالي مش ممكن نحول التراب لذهب. طب ازاي؟ مش الذهب ده هو بيتكون من ماء وهواء
وتراب ونار بس بنسب معينة، والتراب بتحول بتكون من ماء ونار وهواء وتراب برضو بنسب معينة. ممكن نلعب في النسب دهية أو في النسب دي ونحولها لنفس نسب الذهب، بالتالي التراب بتاعنا هيتحول لذهب. طيب تعالى يا عم أرسطو، العلماء جم قعدوا بقى عشان هم مقتنعين بكلام أرسطو، قعدوا 1000 سنة يحاولوا إن هم يحولوا التراب أو الجزء أو المواد الرخيصة إلى مواد نفيسة، إلى مواد يا باشا نفيسة. طيب وده أدى إلى شلل التطور العلمي أو التقدم العلمي في مجال علم الكيمياء أو المجالات عامة كام؟ 1000 سنة. إن العلماء قعدوا 1000 سنة يحولوا المواد الرخيصة إلى مواد نفيسة. خلاص بعد كده رحت لعالم اسمه دالتون، رحت لعالم دالتون. طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل إعادة سريعة كده على اللي احنا خدناه. أول واحد أو أول فيلسوف اتكلم عن بنية الذرة كان ديموقراطيس. أول واحد، ركزوا معايا يا شباب عشان الأسئلة بتيجي كده، أول واحد أعطى أو تبنى فكرة الذرة كان ديموقراطيس. جه بعده العالم أرسطو ما اتفقش معاه في الكلام، وقال إن المادة بتتكون من 4 حاجات: ماء، هواء، نار، ماء، هواء، ماء، تراب. تمام، جميل. تعالى يا عم، اللي قاله أرسطو أدى إلى إيه؟ أدى إلى شلل أو إعاقة تقدم التطور العلمي لمدة كام؟ لمدة 1000 سنة. سبت أرسطو اللي اسمه الهباد، اللي هو هبد وأدى إلى الجهل لمدة 1000 سنة، ورحت بقى لناس بدأت تفهم أو بدأت تتكلم صح. رحت لعالم اسمه بويل. يا بويل، أنت رأيك إيه؟ أنت رأيك إيه في بنية الذرة؟ قال يا باشا أنا أول واحد هعطيك، أول واحد هقول لك عن تعريف العنصر. أنا أول واحد هعطي تعريف العنصر. طب إيه هو تعريف العنصر يا بويل؟ قال لك هو مادة نقية بسيطة، مادة نقية بسيطة لا يمكن تحويلها إلى ما هو أبسط منها، يعني مش هتقدر بالعربي كده، مش هتقدر تحولها، يعني مش هتقدر تجزئها بالطرق الكيميائية المعروفة، يعني مش هتقدر تجزئها إلى ما هو أصغر منها، يعني مفيش حاجة أصغر منها من الآخر. يبقى العالم بويل أضاف لي إيه؟ ها؟ أول من أعطى تعريف العنصر هو العالم بويل. تعريف العنصر كان بالنسبة له إيه؟ هو عبارة مادة بسيطة نقية لا يمكن تجزئتها إلى ما هو أصغر منها بالطرق الكيميائية المعروفة. تمام، سبت بويل وركبت آلة الزمن وطلعت على رابع واحد عندنا اسمه دالتون. دالتون ده عمل ايه؟ عمل نموذج يسمى نموذج ذرة دالتون، نموذج ذرة دالتون. وهنا بقى بدأ الكلام يكون كلام علمي شوية، أو لا ده في اللي بعده تمسك. طيب جه دالتون قال لك حط نظرية أو حط فروض لبنية الذرة، حط ايه؟ فروض. هي الفروض، أول حاجة قال لك إن العنصر يتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات. يبقى أول فرض حطه دالتون إن الإيه؟ العنصر يتكون من ذرات. طيب وكل عنصر يتكون من ذرات مصمتة، يعني إيه؟ وصف الذرات إن هي مصمتة، يعني إيه؟ يعني مليانة من جوه، تمام، متناهية الصغر غير قابلة للتجزئة. يبقى هي كرة مصمتة متناهية الصغر لا يمكن تجزئتها. طيب ذرات العنصر الواحد متشابهة، يعني عندنا مثلا عنصر السيل، CL2 غاز الكلور، لازم هتلاقي كل ذرات الكلور CL، مش هتلاقي، ما ينفعش مثلا تلاقي مثلا MG، ما ينفعش مغنيسيوم، لا هي كله زي بعضه. طيب
ولكنها تختلف من عنصر لاخر. يعني ذره العنصر بتاعه الكلور غير ذره العنصر بتاعه المغنيسيوم، غير ذره العنصر بتاعه الالومنيوم. افهمكم حوار العنصر ده؟ العلماء زمان كان كل ما اكتشفوا ماده جديده او ذره جديده كان بيسموها اسم. يعني مثلا لقوا ذره لها خواص معينه من درجه حراره وانصهار وي وي وي، سموا مثلا الذره دي بالمغنيسيوم، بقى اسمها مغنيسيوم. طيب لقوا ذره تانية اسمها الالومنيوم، سماها الالومنيوم. لقوا ذره تانية جديده سموها الالومنيوم. زمان كان فيه 67 عنصر بس، يعني اول واحد جه حط الجدول الدوري تمام كان اسمه مندليف، كان عنده ايامها 67 عنصر بس. دلوقتي احنا طبعا عارفين ان احنا الجدول الدوري بتاعنا وده الموجود في الباب الثاني 118 عنصر تمام. فكل ما يكتشفوا ذره جديده كل ما يحطوا لها اسم تمام. طيب الوقت ده قال لنا ايه؟ قال لنا ان العنصر يتكون من دقائق صغيره تسمى بالذرات. الذرات عباره عن كره مصمته متناهيه الصغر لا يمكن تجزئتها الى ما هو اصغر منها. ذرات العنصر الواحد متشابهه، ده اللي انا قلته، وتختلف من عنصر لاخر. يعني كل ذره لكل عنصر تختلف عن العنصر الثاني تمام. تتكون من مركبات من ايه؟ من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عددية ثابتة، بنسب عددية ايه؟ ثابتة. بتتكون مركبات من اتحاد ذرات المختلفة بنسب عددية ثابتة. عايزين نفهم بقى ايه حوار نسب عددية ثابتة. يعني مثلا عايز اكتب ام جي سي ال 2 كوليد المغنيسيوم، عايز اكتب كوليد المغنيسيوم ام جي سي ال 2. ينفع اكتب ام جي سي ال؟ ما ينفعش. طب ينفع اكتب ام جي 2 سي ال؟ ما ينفعش. طب ينفع اكتب ام جي سي ال 3؟ ما ينفعش. لازم عشان اكتبها صح ويكون مركب عندي صح اسمه ايه؟ ام جي سي ال 2. دي نسبه ثابته، اتنين ذره كلور وذره ام جي وذره مغنيسيوم. احنا عندنا كام ذره؟ ثلاث ذرات، ذره مغنيسيوم وذرتين كلور. بالتالي كوليد المغنيسيوم لازم ايه؟ ذرتين كلور وذره مغنيسيوم. دي اسمها ايه؟ نسب عدديه ثابته. طيب في قانون بقى اسمه قانون النسب الثابته، اللي هو نسبه عدديه ثابته. كل مركب كيميائي يتكون من اتحاد عناصره بنسب وزنيه او كتليه ثابته مهما اختلفت طرق تحضيره. يعني مهما تغير من طريقه تحضير كوليد المغنيسيوم هتوصل في الاخر ان هو بيتكون من ام جي ذره مغنيسيوم وذرتين كروم. طيب هنخش بعد كده على عالم اسمه تومسون. عالم اسمه ايه؟ تومسون. العالم ده هو، ركزوا معايا بقى، اول من اكتشف الالكترونات كان تومسون. ومن هنا بقى يا جماعه نبدا نتكلم عن نظريات فعليه، يعني ناس عملت تجارب فعليه وبناء على التجارب بدات تدينا فروض. طيب تومسون اول ما اتكلم قال لك ايه؟ قال ان الغاز في الطبيعي، اي ان جميع الغازات في الطبيعي لا توصل التيار الكهربي. يعني في الطبيعي ان انت وانت ماشي في الشارع او انت ماشي في البيت مش من طبيعي انت تتكهرب، مش من طبيعي ان انت تتكهرب. طب ليه؟ عشان الغاز اللي حواليك ما بيوصلش التيار، ما بيوصلش التيار الكهربي. طب اسال نفسنا سؤال، طب لو انا غيرت في الظروف بتاعت الغاز هل الغاز هيوصل التيار الكهربي؟ تومسون بقى هو اللي هيجاوب على السؤال ده. طيب جه تومسون عمل ايه؟ تومسون بقى اول ما جه جاب لك انبوبه زجاجيه بالشكل ده وحط عند الطرف الشمال ماده وحط عند الطرف اليمين ماده تانية. طيب وقام وصلهم ببطاريه، خلى اللي عند الطرف اليمين وصله بالقطب الموجب بتاع البطاريه. طيب والمادة اللي على الطرف الشمال وصلها بإيه؟ بالقطب السالب بتاع البطارية.
لذلك المادة اللي على الشمال بقى اسمها مهبط، اللي هو بقى اسمها كاثود، اللي هو القطب السالب. يبقى احنا الوقت المادة اللي على الشمال اسمها كاثود ليه؟ أو اسمها قطب سالب ليه؟ عشان أنا وصلتها بالقطب الإيه؟ عشان أنا وصلتها بالقطب السالب البطارية. طيب، والمادة اللي على اليمين اسمها مهبط ليه؟ أو آنود أو قطب موجب ليه؟ عشان أنا وصلتها بالقطب الموجب بتاع البطارية. بس. طيب، ركزوا معايا بقى. معنى ان في كهرباء اي ان الالكترونات بتتحرك، ان في تيار كهربي ماشي، يعني في الكترونات بتتحرك. ركزوا معايا بقى اللي هيحصل يا شباب كده بالراحه خالص. الانبوبه بتاعتنا دي فيها حاجه اسمها مخلخل هواء. مخلخل ايه؟ هواء او مضغط للتفريغ. مخلخل هواء او مضغط التفريغ. المضغط ده او المخلخل ده بيعمل لي ايه؟ اللي هو تحت هنا ده، اللي هو ايه؟ اللي هو ده، تمام؟ ده المضغط ده بيعمل ايه يا شباب؟ بيساعدني ان انا العب في ضغط الهواء اللي موجود جوه الانبوبه. ممكن ايه؟ ممكن اسحب هواء او ممكن ايه؟ اضغط هواء. تمام. ركزوا معايا يا شباب بقى عشان نفهم اللي هيحصل بالظبط. التيار الكهربائي هيمشي من القطب السالب في السلك لحد ما يوصل للمهبط للكاثود او الايه؟ القطب السالب اللي هو الماده اللي راح بتاعها الشمال. هيجي عند الماده دي ويقوم ثابت واقف. طب وهيقف ليه؟ علشان بعد كده هيلاقي غاز اللي هو الموجود في الانبوبه. واحنا عارفين ان في الطبيعي ان الغاز بتاعنا لا يوصل التيار الكهربي. في الطبيعي الغاز لا يوصل التيار الكهربي. فتومسون هيعمل ايه؟ هيستخدم مضغط التفريغ او مخلخل التفريغ انه يخلي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يقلل الضغط جامد. تمام؟ يعني هيسحب الهواء من جوه. طيب، وهيخلي ايه؟ وهيخلي البطاريه فرق جهد بتاعها 1000 فولت. وهيغير فرق الجهد بتاعنا. يبقى تومسون هيعمل حاجتين علشان ايه؟ يشوف ايه اللي هيحصل في الغاز لو لعب في الضغط وفرق الجهد. لما قلل الضغط جامد من خلال مخلخل الهواء او مضغط التفريغ وعلى الضغط بتاعنا ال 1000 فولت، ايه اللي هيحصل؟ لقى حاجه غريبه خالص بالنسبه له، ايامها كان لسه مش معروفه، سيل من الاشعه، حاجة طالعة من مادة المهبط بسرعة كبيرة، بس هي في نفس الوقت مش زي سرعة الهواء. تمام. يبقى الوقت اللي هيحصل كالآتي: الإلكترونات هتمشي في السلك، هتوصل عند الكاثود اللي هو القطب السالب، اللي هو المادة اللي أنا حطيتها على شمال الأنبوبة. الإلكترونات هتقف، ما عادش هتمشي، وده ليه؟ عشان الأنبوبة بتاعتنا جواها هواء، والهواء لا يوصل التيار الكهربي في الظروف العادية. تمام. فلما يستخدم مخلخل الهواء او مضغط التفريغ ان هو يقلل الضغط خالص ويعلي الفولت بتاع البطاريه ل 1000 فولت، هيلاقي سيل من الاشعه. سيل منين؟ زي الطلقات كده، حاجه زي الطلقات كده هتطلع على بعضها من ماده المهبط. هوب هوب هوب. تمام؟ سيل من الاشعه هتطلع مش متشافه، مش ايه؟ غير منظوره. منين؟ من ماده المصعد اللي هو الكاثود. طيب، او المهبط الكاثود، يعطي وميضا على جدار الانبوبه. يعني ايه؟ يعني الالكترونات دي مش منظوره. طب انت ازاي عارف ان في حاجه طلعت؟ انت بتقول دلوقتي ان طلع عندنا سيل من الاشعه غير منظوره. جميل. انت عرفت ازاي ان هي طلعت مع انك بتقول هي غير منظوره؟ ما هو بتسيب اثر على الانبوبه. لما تطلع ماده المهبط بتاعتنا اللي هي الكاثود اللي هي القطب السالب بيطلع منه الكترونات، مش هيبان، بس هيبان اثرها على الانبوبه، بتسيب اثر على الانبوبه. تمام. قول لي بقى يا تومسون، ايه خواص
ايه السيل ده؟ قال لك ده الكترونات، ده اسمها حاجه اسمها ايه؟ الكترونات. تمام، قلنا خواص الالكترونات، ركزوا معايا يا شباب كده، او ايه خواص اشعه المقبض؟ طبعا اشعه المقبض دي كلمه غلط، بس احنا بنقولها عند ايامها كانت صح، اسمها بيسموها اشعه، بس بعد كده هنعرف ان هي إيه؟ جزيئات، جزيئات ماديه، حاجه موجوده مش اشعه. تمام، ايه اهم خواص اشعه المقبض؟ اول خاصيه تتكون من دقائق ماديه، يعني مش اشعه، ده هي دقائق ايه؟ ماديه، صغيره سالبه الشحنه، يبقى هي ايه؟ دقائق ماديه صغيره سالبه الشحنه. طب عرفت ازاي ان هي سالبه الشحنه؟ تمام، ان هي بتتاثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي، بتتاثر بيه، فبالتالي لها شحنه، لما حطيت لها شحنه موجبه قربت منها، لما حطيت حاجه شحنتها سالبه اتنفرت معاها، بالتالي الشحنه بتاعتها سالبه، يبقى هي ايه؟ دقائق، تتكون من دقائق ماديه صغيره سالبه الشحنه. تاني حاجه، تسير في خطوط مستقيمه، تسير في ايه؟ في خطوط مستقيمه. تالت حاجه، سرعتها اقل من سرعه الهواء. رابع حاجه، لها تاثير حراري. طب عرفنا ازاي ان لها تاثير حراري؟ لو رحنا مسكنا الانبوبه، انبوبه التفريغ دي، هنلاقي الجدار بتاعها او الزجاج بتاعها سخن، هنلاقي يا شباب الزجاج بتاعها سخن، بالتالي لها تاثير حراري. طيب، تتاثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي، وده قلنا ليه؟ عشان ان هي ليها شحنه، الشحنه السالبه بتتاثر بالمجال الكهربي وتتاثر بالمغناطيس. تمام، لو شلنا الماده اللي احنا حطيناها، وليكن مثلا حديده، بلاستيكيه، اي ماده حطيناها وحطينا مكانها ماده تانيه، نفس اللي حصل هيحصل تاني. يعني ايه اللي هيحصل؟ نفس الالكترونات او الاشعه اللي طلعت من ماده المهبط هي هتطلع برضه من الماده الجديده دي، وده لو ثبت حاجه فده يثبت ايه؟ انها بتخش في جميع او تركيب جميع المواد، يبقى دي حاجه ثابته في جميع المواد. يبقى اول من اكتشف الالكترونات كان ايه؟ العالم تومسون. طب يا تومسون، قول لي يا تومسون، انت رايك ايه عن انت دلوقتي خدتني وفدتني بحاجات كتيره خالص، وقلت لي واكتشفت اللي هي الالكترونات، وعرفتني مع الالكترونات وخواص الالكترونات، وعملت لي تجربه حلوه قوي. انا بسالك سؤال ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، انت ايه رايك في بنيه الذره؟ ايه رايك؟ قال صلى الله عليه وسلم يا باشا، انا شايف الذره عباره عن كره مصمته متجانسه من الشحنه الموجبه، تمام، مطمور، يعني موجود بجواها ايه؟ شحنات سالبه كفيله ان هي تعادل الشحنه الكهربائيه الموجوده الموجبه، لان الذره عندنا ذره متعادله، الذره بتكون ايه؟ متعادله. يبقى احنا رأي او نموذج تومسون ايه؟ او فرويد تومسون ايه؟ ان احنا عندنا الذره كره مصمته متجانسه من الشحنه الكهربيه، مطمور بداخلها ايه؟ شحنات سالبه كفيله او تكفي لجعل الذره متعادله كهربيا. جميل، انت اللي عندي كده يا عم تومسون، افدتني كتير، بس كلامك ده غلط. انت افدتني بنظريه اشعه المهبط، عرفتني الالكترونات، اكتشفت الالكترونات وده حاجه كبيره جدا، قلت لي خواص الالكترونات، بس تصورك عن الذره غلط. طيب، هنروح بعد كده للعالم رازرفورد. هنروح للعالم ايه؟ رازرفورد بعد ما اطلع على نموذج ذره تومسون والاكتشاف اللي وصل له اللي هو الالكترونات، بدا يشتغل بقى. خلاص بقى احنا دلوقتي ماشيين على الطريق الصح. تومسون عمل جزء من الطريق، هيجي بعده رازرفورد، هيجي بعده العلماء، كل واحد هيكمل ورا الثاني. رازرفورد هيخش كده، خلاص انت قلت يا تومسون دي الكترونات والدنيا تمام. طب انا هكمل بعدك بقى الفروض اللي انت قلتها غلط. عندنا رازرفورد كان ليه الدراع اليمين بتاعه والدراع الشمال بتاعه. مين الدراع اليمين؟ واحد اسمه جايجر، والتاني وايه؟ والشمال ماري سيدن. تمام؟ الاثنين دول
كانوا بيساعدوه بناء على تعليمات منه ان هو يوصل للنموذج الذره اللي هو عايزه. طيب قول لي يا راذر فورد، انت عملت ايه او ايه رايك عن بنيه الذره؟ قال لي يا باشا انا مش هدي فروض، انا هعمل تجربه وبناء على التجربه ادي الفروض بتاعتي، وبناء على التجربه ادي الفروض بتاعتي. قلت له خلاص اعمل تجربه، تجربه راذر فورد. قال لي صلي على النبي، اول حاجه هعملها خالص خالص هجيب صندوق من الرصاص. فسالته سؤال، اشمعنى صندوق من الرصاص؟ قال لي الرصاص او صندوق الرصاص هيطلع عندي حاجه اسمها جزيئات الفا، هيطلع عندي حاجه اسمها جزيئات الفا. طيب وهجيب لوح معدني هبطنه، يعني هدهنه من تحت بايه؟ الشكل اللي هو الشكل اللي عندي ده، هدهنه من تحت ايه؟ بماده كبريتيد الخرسيه. طيب سؤال بقى، شوف ركزوا معايا كده يا شباب في الصوره هنا كده، يبقى انا عندي لوح معدني هدهنه بماده كبريتيد الخرسيه. طب انت يا تومسون عملت كده ليه؟ راذر فورد عملت كده ليه؟ قال لك اولا الصندوق الرصاص بيطلع حاجه اسمها جزيئات الفا. طيب وجزيئات الفا دي لما بتخبط في كبريتيد الخرسين اللي هو زد ان اس بتعمل وبيض، بتعمل ضوء، بالتالي انا من خلال الضوء ده هعرف جزيئات الفا راحت فين. فاهمني؟ تمام. طلع لي انت دلوقتي هتثبت صندوق رصاص وهتحط قدامه، ادي الصندوق اهوت، وهتحط قدامه اللوح المعدني. قال لي تمام. قلت له وبعدين؟ قال لي هخلي جزيئات الفا تخبط فين؟ في اللوح المعدني. قلت له تمام. وبعد كده ركزوا معايا يا شباب، اول حاجه هحط الصندوق واحط اللوح المعدني، ومش هحط اللوح شريحه من الذهب، انا الاول خالص بحط الصندوق واحط اللوح المعدني بحيث جسيمات الفا تخبط في اللوح المعدني. وبعدين بعد ما عرفت هي بتخبط فين، اروح احط في المسار بتاعها شريحه الذهب. تمام. يبقى انا اتفقنا دلوقتي ان احنا راذر فورد سمح لجسيمات الفا ان هي تخبط في اللوح المعدني المبطن بكبريتيد الخرسين، والناتج عن الخبط ده ها لو وميض، ناتج عن الخبط ده يا شباب وميض، الوميض ده اهو عرفت مكانه فين. تمام. بعد ما عرفت مكانه وحددت مكانه، اروح بقى ايه احط شريحه الذهب في المسار بتاع جزيئات الفا، يعني اشوف جزيئات الفا ماشيه في الطريق ده او ما رايح ايه جايب شريحه رقيقه جدا من الذهب حاططها في النص الطريق ده، واستنى اشوف اللي يحصل. والله لو كلام تومسون صح، لو كلام تومسون صح ان هو الماده بتاعتنا مصمته او الذره مصمته، بالتالي مفروض ان جزيئات الفا ما تعديش. لو انت يا عم تومسون كلامك صح، بالتالي انا حطيت شريحه من الذهب قدام الف، قدام ايه؟ جزيئات الف اللي طالع من الصندوق الرصاص. لو انت كلامك صح بالتالي الجزئيات دي مش هتعدي، طبيعي جدا يعني هتروح تخبط في الذره بترجع تاني. صح تومسون صح. بس احنا اكتشفنا حاجه جديده خالص. ايه اللي اكتشفناه؟ ان معظم الذرات او معظم جزيئات الفا نفذت بدون ان ينحرف مسارها. طب بدون ان ينحرف مسارها يعني ايه؟ يعني ظهرت على اللوح المعدني المبطن بكبريتيد الخرسين في نفس المكان، يعني المكان اللي كان جزيئات الفا بتخبط فيه قبل ما احط شريحه الذهب، خبطت فيه بعد ما حطيت شريحه الذهب. وده اذا كان يدل على حاجه فده يدل على حاجه واحده بس، ان معظم الذره فراغ، بالتالي الجزيئات الفا عدت ما هي عدت في فراغ. جميل. ما دلوقتي معظم
مش الكل، كده معايا يا شباب، معظم وسيمات الفا مرت بدون ان تنحرف، اي يعني ايه؟ اي ظهرت في نفس الوضع قبل وضع ايه؟ شريحه الذهب. وده الاستنتاج بتاعه ايه؟ ان معظم الذره بتاعتنا فراغ وليست كره مثبته زي ما كان بيقول مين؟ تومسون ودالتون. ماشي، شفت ايه تاني؟ شفت حاجه تانية؟ ان في جزء بسيط او جزء ضئيل من الجسيمات بتاعت الفا ارتدت. يعني ايه ارتدت؟ يعني رجعت خبطت في اللوح المعدني بس في الجهه الاخرى او الجانب الاخر، يعني ما عدتش، او حتى عدت بس اتنحت سنه، لا ده ارتدت خالص، رجعت. طب ده لو بيدل، فبيدل على ايه يا شباب؟ بيدل انه يوجد بالذره جزء صغير. هتقول لي اشمعنى صغير؟ هقول لك، ما هو لو كبير فكان جزء كبير من الجسيمات الفا ارتدت، انما جزء صغير ارتد، معنى كده ان في جزء صغير يوجد داخل الذره له كتله وكثافه عاليه. طب ليه كتله عاليه؟ ايه اللي عرفك ان هو كتله عاليه؟ هقول لك، ما هو لو مش كتلته عاليه وكثافته عاليه كان الجسيمات الفا خبطت فيه وعدته، صح؟ ما كانش ارتدت، انما هو كتلته عاليه ثابت واقف في مكانه، بالتالي لما جت جسيمات الفا ارتدت، وده ليه؟ عشان هو كتلته عاليه. تمام، يبقى هو يوجد جزء صغير، وده ليه؟ عشان جزء ضئيل ارتد، وبرضه كتلته عاليه، وده ليه؟ عشان هو قدر يرد الاشعه الالفا اللي خبطت فيه. طيب بعد كده اطلقنا عليه اسم نواه. يبقى احنا لو طلعنا من هنا بحاجه، طلعنا بايه؟ ان النواه لها جزء صغير ولها كتله كبيره، يعني معظم كتله الذره في النواه. تمام، يبقى دلوقتي وصلنا لحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ ان معظم الذره فراغ، معظم الذره فراغ، وده علشان معظم جسيمات الفا نفذت. تمام، ويوجد في الذره نواه، وده عشان ايه؟ عشان جزء صغير من الجسيمات ارتد. من ضمن الملاحظات اللي راذرفورد لاحظها ان في جزء كان ايه؟ ظهر على جانبي الموضع الاول. شفت الموضع اللي كان بيخبط فيه جسيمات الفا، او الموضع اللي جسيمات الفا عدت من الفراغ منه وراحت عليه؟ في بقى على الجانب من هنا ومن هنا شويه ومضات، من كل 20,000 من كل 20,000 وميض، كل 20,000 الفا جسيم الفا في واحد منه بيتنح، واحد منه ايه؟ بينحني. طب السؤال، ليه؟ ايه اللي بيؤدي الى التنحي، او ايه اللي بيؤدي الى التنافر؟ احنا عارفين ان المواد اللي ليها نفس الشحنه بيحصل لها تنافر، والمواد المختلفه الشحنه بينجذبوا لبعض. تمام، بالتالي لو احنا عندنا استنتاج للكلام ده، فالاستنتاج ده بيكون حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان شحنه الفا مشابهه لشحنه النواه، وبالتالي شحنه لما الفا قربت من النواه بس ما خبطتش فيها، يعني بتعدي من جنبها، ايه اللي هيحصل؟ هتتنافر معاها عشان شحنتهم زي بعض، بالتالي من المسار بتاعها هينحني سنه بسيطه. طب السؤال، شحنه الفا ايه؟ موجبه. شحنه الفا موجبه، بالتالي شحنه النواه موجبه. تاني يا شباب، في جزء من جسيمات الفا ظهر على جانبي الموضع الاول، ظهر جنب الموضع اللي مر فيه جسيمات الفا في الفراغ على جنبه كده، كل 20,000 جسيم الفا واحد منهم بينحني. فالسؤال، ليه ده انحنى؟ ليه ده اتنافر مع النواه؟
احنا عارفين ان التنافر ناتج عن ان الشحنه زي بعضها، يعني الشحنه لو شحنه النواه موجبه وشحنه الفا موجبه هيحصل بينهم تنافر، فمعنى ان في جزء انحنى، فمعنى كده ان هو اتنافر مع النواه، ومعنى كده ان شحنته زي شحنه الفا، وشحنه الفا بالتالي شحنه النواه موجبه. تمام؟ تمام. جميل. حلو التجربه بتاعتك يا رذرفورد. قول لي بقى، انت وصلت ليه بقى يا رذرفورد؟ بعد ما انت عملت التجربه كده وصلت لحاجات كبيره جدا، قول لي بقى اللي انت وصلت له. قال لي اول حاجه خالص، الذره دي تشبه المجموعه الشمسيه. زي ما الشمس موجوده وبيدور حولها الكواكب، هنا برضو عندنا النواه وبيدور حولها الالكترونات. زي مين؟ المجموعه. زي مجموعه ايه؟ المجموعه الشمسيه، الشمس والكواكب. الكواكب بتدور حول الشمس، هنا برضو النواه بيدور حولها الالكترونات. طيب النواه، مش احنا قلنا ورا ان النواه دي جزء صغير؟ يبقى اصغر كثيرا من الذره. هي حاجه جوه حاجه، يعني النواه جوه الذره. طيب يبقى اصغر كثيرا من الذره. توجد مسافات شاسعه بين النواه ومدار الالكترونات. ازاي؟ مش احنا قلنا ورا ان معظم جسيمات الفا مرت، بالتالي معظم الذره فراغ، بالتالي المسافه بين النواه والمدارات كبير، بالتالي بيعدي منها معظم جسيمات الفا دون انكسار او دون انحناء او دون ارتداد. طيب وتتركز في النواه الشحنه الموجبه ومعظم كتله الذره. طبعا قلنا ان معظم كتله النواه، معظم كتله الذره موجوده في النواه، وده علشان قدرت انها تعمل ارتداد لجسيمات الفا. لو هي كتلتها قليله ما كانتش ارتدت جسيمات الفا، بالعكس كانت كسرتها وعدت، او كانت خبطت فيها وانحنت، انما هنا ارتدت ما عدتش خالص، كانك خبطت في حيطه. بالتالي معظم كتله الذره في النواه. تمام. اتكلمني بقى على الالكترونات يا رذرفورد. قال لك تدور حول النواه بسرعه كبيره، بتدور حول الايه؟ النواه بسرعه كبيره جدا في مدارات. في مدارات ايه؟ خاصه لها، زي برضو المجموعه الشمسيه الكواكب بتدور حولها في مدارات ثابته ما بتتغيرش، هنا نفس الكلام. بس في سؤال، مش النواه ده يا شباب الشحنه بتاعتها موجبه؟ والالكترونات شحنتها سالبه؟ واحنا عارفين ان الشحنه الموجبه والشحنه السالبه بيقربوا لبعض. تمام. طب ليه الالكترونات ما بتقربش للنواه؟ ليه الالكترونات ما بتنجذبش نحو النواه؟ هقول لك، علشان النواه الالكترونات دي بتلف حول النواه او حول النواه بسرعتين او بقوتين، قوة الطرد المركزية، وده علشان الالكترونات اللي بتلف الكترونات والالكترونات هي شحنتهم الاثنين سالبة، فبيحصل بينهما تنافر. وقوة الجذب المركزية دي قوة جذب النواة للالكترونات. يبقى اللي بيحصل دلوقتي يا شباب، النواة بتحاول تسحب الالكترونات، والالكترونات لما تيجي تتسحب بتقرب لبعضها. تمام؟ فبتتنافر مع بعض. فالالكترونات بتدور حول النواه في مدار ثابت، واللي بيحصل ايه؟ لا تسقط الالكترونات في النواه. تمام. بس رذرفورد ما قدرش يوضح الالكترونات دي بتدور حول النواه ازاي؟ بشكل عشوائي في مدارات في مستويات طاقه، كل الكلام ده ما عرفش يفسره. وده اللي هناخده ان شاء الله المره الجايه في الطفل الانبعاثي للذرات.